أخبار اليوم. بقولكم أهلا وسهلا فيكم أنا وياكم بدبي، وبتمنى أنه المهرجان السنة يكون رائع زي عادته، وبتمنى الأفلام العربية والمصرية كمان أنه يسجلوا حضور متميز السنة. هتحضري عروض بتقام على هامش؟ أكيد كل العروض، أنا جاي عشان أشوف أفلام. أخبارك الجديدة إيه؟ منتظر مين؟ يعني لسه بدري شوية أحكي لك، يعني لسه في مرحلة الاختيار. أوكي.